اليوم في مصر، فالنهارده كل اهداف مع المنتخب الوطني برضه، مع المنتخب الوطني صحيح بنفس النهارده استاذ محمود كارونية النادي الاهلي برضه هي نفس اللعبه، اصبح من اللعيبه المؤثرين واصبحت حتى اهدافه مؤثره في النادي في النادي الاهلي. بص حضرتك هو قفش دلوقتي، انت كان عندك مشكله بامانه بعد عبد الله السعيد، انت كنت فتره على رقم 10 عمل عندك مشكله في الفرقه، انت قعدت تدوري وتجربي لغايه ما ايه لقيتي ضلتك، ظهرت شويه مع فايلر صح، لكن الوضع كان مختلف مع موسيماني. يعني موسيماني زي ما اقول خلاص اطلق قفشة في الملعب كيف ما شاء، لاعب يشبه الرعد، انا سميته كده لاعب لا تصعد انت ما تعرفش تمسكه، لاعب يعني يشبه الرعد، الرعد يختفي ويظهر في اوقات وبيروح وبيجي بسرعه وخفه. استحق يعني وربنا كافئه على جهده وعلى تركيزه، وربنا اداله اللقطه المهمه جدا في الحدث. لما تيجي تتكلم انت وتقول وزي ما بقى الاستاذ جمال عن النادي الاهلي ولاعيبه ومش لعيبه، يعني هذا هو الفرق بين الاهلي. الاهلي لم ينسى وليد ازارو فقال لك هنرسل ليه الميداليه بتاعته لانه شارك في البطوله، واكيد النادي الاهلي الناس كانت موجوده سواء شريف اكرامي سواء رمضان صبحي حتى حسام عاشور برضه النادي الاهلي مهما يحدث مش هينسى برضه هذا المشوار، لما يبقى فيه حاله زعل بين الاب وابنه لازم حتى الابن، يعني انا بقول لهم لازم حتى الابن يقدر حتى يعني انه ابوه هو اللي رباه وانه هو اللي كبره وهو اللي عمله، كان قال له ابسط حاجه مهما يكن حتى لو كنتوا ضايقته حتى كان الجمهور بيتعامل معاكم بطريقه كان يجب عليكم تتهنوا بيتكم وناديكم تتغلبوا على الكلام ده، لانه في الاخر هتبقى رساله واضحه ان كنتوا ابناء فعلا للنادي الاهلي مهما يكن النادي الاحتراف اختلف والدنيا اختلفت، لكن عاوز اقول الاهلي سيبقى والاشخاص زائلون صحيح. النهارده ده قاعد بكره مش ماشي، لكن الرساله رساله كانت قويه جدا مهمه جدا. الاهلي بفضل الله تعالى كل العناصر تدعيم الصفوف في الوقت الحالي اثبتت وجودها، لسه الاهلي قدامه كتير زي ما انت قلت السؤال السابق، هل هي نقطه من اول السطر؟ نقطه من اول السطر ونقطه مهمه جدا وواقفه انك انت لازم يتم بناء الكامل للفريق بتدعيم صفوفه بالعناصر اللي هي نقص مستقبلا ان شاء الله.